المزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف. أستاذ جمال، بعد التحية، بداية، كيف تقيم فعاليات قمة مجموعة العشرين حتى الآن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الدقيقة التي يشهدها العالم الآن؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد قمة مجموعة العشرين تنعقد في ظرف استثنائي وفي ظرف عالمي في الحقيقة بيشهد الكثير من المتغيرات، وهذا ما انعكس على أجندة يعني النقاش في هذه القمة. ووجدنا موضوعات يعني الجميع يتحدث عنها في المجتمع الدولي، وهي موضوعات الساعة، على رأسها طبعا الأمن الغذائي، التغيرات المناخية، أيضا ما يتعلق بأزمة أو أمن الطاقة وغيرها من موضوعات أصبحت ملحة على الاقتصاد الدولي. أيضا طبعا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، وخاصة كما ذكرنا على أمن الطاقة وأمن الغذاء، وبالتالي موضوعات فرضت نفسها على أجندة قمة العشرين هذا العام في ظل ما يشهده العالم من متغيرات كبيرة للغاية. أيضا هذه القمة ما يميزها طبعا هو دخول القارة الأفريقية قاعد وأساسي الآن أيضا في هذه المجموعة وفي هذا التكتل الاقتصادي المهم للغاية. وهنا يجب أن نشير للدور المصري في الحقيقة البارز، والذي يعني أيضا ساهم بشكل كبير جدا في إيضاح الرؤية الأفريقية وضرورة وجود القارة الأفريقية كشريك أساسي في كافة التكتلات والمنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية. عشان كده كان حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرا في القمتين المعنيتين بالشراكة ما بين مجموعة العشرين والقارة الأفريقية في ألمانيا، وبالتالي هناك طوال الوقت حديث مصري عن ضرورة وجود القارة الأفريقية كشريك أساسي صحيح. لمجموعة فيما يخص العشرين. فيما يخص هذا الخبر الخاص بانضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم بمجموعة العشرين، ما انعكاسات هذا القرار، وكيف يمكن للقارة الإفريقية أن تستفيد من انضمامها لمجموعة العشرين؟ يمكن بالتأكيد هذا القرار بيؤكد أن القارة الأفريقية سوف تصبح لاعب في الاقتصاد العالمي أكثر قوة خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل هذه المتغيرات الدولية الراهنة، لأن القارة الأفريقية غير منخرطة بشكل أساسي في الصراع الدولي، بل نعم هي تستقبل تداعيات هذا الصراع السلبية سواء على صعيد الأمن الغذائي أو أمن الطاقة، ولكنها ما زالت شريك آمن لمجموعة العشرين، وبالتالي أنا أعتقد أن هي سوف تحظى بالمزيد من الفرص ومزيد من الاستثمارات ومزيد من الانخراط في المجتمع الاقتصادي الدولي. وهنا أيضا يجب النظر في الرؤية التي وضعتها أيضا الدولة المصرية وحددت بعض المقومات المهمة للغاية لإنجاز ودعم هذه الشراكة، وده اتضح حتى في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة العشرين، والتي تناولت بعض هذه المحاور سواء فيما يتعلق بالدمج الاقتصادي للدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام في الاقتصاد العالمي، أو ما يتعلق بتداعيات طبعا الأمن الغذائي وتأثيراته على القارة الأفريقية الآن، أو ما يتعلق بالطاقة. يمكن مصر أيضا طرحت حلول، مصر لم تطرح فقط المشكلات ولكنها أيضا طرحت حلول من خلال طبعا وجود مصر الآن كمركز إقليمي للطاقة، والسيد الرئيس تحدث عن مصر الآن مركز إقليمي للطاقة سواء من خلال منتدى شرق المتوسط أو من خلال طبعا استخدامها للطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. وأيضا السيد الرئيس طرح فكرة أن تكون لدى مصر أيضا مركز لوجستي مهم يعني يدعم أيضا الأمن الغذائي العالمي، وهذه مبادرات مصرية مهمة للغاية بتؤكد أن دعوة مصر الآن لقمة العشرين لم تأتي مصادفة، ولكنها تأتي لأن الدولة المصرية لديها رؤية، لديها حلول، لديها طوال الوقت حديث به الكثير من النظرات والخطوات الاستباقية والاستشرافية وأيضا العمل الجاد على الأرض الواقع. يمكن هذه هي القمة الثالثة التي يشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى القادة وفي مجموعة العشرين طبعا، وده أيضا دليل مهم أن الدولة المصرية شريك أساسي ومحوري سواء على صعيد العمل الثنائي ما بين مصر ومجموعة العشرين أو ما بين القارة الأفريقية ومجموعة العشرين. أعتقد أيضا الشراكة ما بين القارة السمراء وبين مجموعة العشرين بترتكز بشكل أساسي على ما أنجزته مصر الآن من انفتاح على العمل الدولي والإقليمي، ووجود مصر كمركز لوجستي وتنموي إقليمي مهم للغاية، لأن ما أنجزته أيضا الدولة المصرية على صعيد البنية التحتية والبنية اللوجستية في الداخل أيضا هو يخدم بشكل أساسي المحيط الأفريقي ويخدم أيضا قضايا الاقتصاد والتجارة الأفريقية. عشان كده بنجد حينما نتحدث عن الاقتصاد في القارة الأفريقية الجميع يتحدث أن الدور المصري دور مهم للغاية وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الأفريقي. وطبعا مصر الآن بترأس تجمع هو الأهم فيما يتعلق بالعمل التنموي في داخل القارة الأفريقية، وهو تجمع النبال الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وبالتالي الرؤية
المصريه حاضره، وايضا يعني الذراع التنموي للقاره الافريقيه نيباد ومصر تراسه، ومؤتمر كوبكا 27 تغير المناخ ايضا لم تكن غائبه على طاوله الحوار في قمه العشرين. اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف.